الجزء الثاني، ملاحظات عن تجربة الرواية العربية. سؤال الأستاذ محمد برادة: في الانتقادات التي وجهتها للرواية العربية في كتابك الأيديولوجيا العربية المعاصرة، كنت تستند إلى تصور مستخلص من نماذج عالمية للرواية تبلورت بعد ممارسة طويلة، بينما تجربة الرواية العربية لم يكن قد مضى عليها أكثر من 60 سنة. هل تعتقد أنه بالإمكان في مجال الكتابة والفن أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، استنادا إلى وعي بسوسيولوجيا الأشكال والكتابة، أم أن المسألة تستلزم أن تعيش كل ثقافة تجربتها لحسابها من خلال التراكم وتوفير شروط الاستقلال الذاتي للحقل الثقافي كما تم في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن 19؟ العروي: أنا طرحت القضية من جانب آخر، يعني أن ما عبته في كتابي هو ما كان يكتبه النقاد في الستينات حول الإنتاج الأدبي، كانوا غير واعين بمسألة الأشكال. الآن يقال إن الكتاب الشباب تعمقوا في تجربة الأشكال السردية، ولكن هذا الشيء جديد. لا أقول إنه مبني على قراءة كتابي الأيديولوجيا العربية المعاصرة، ولكن أقول إنه لم يكن واسع الانتشار. عندما كتبت ذلك كان الكتاب يظنون أن هناك شكلا واحدا هو الشكل المتعارف عليه، وكلما تمر عليه الإنسان ازداد تعمقا فيه، وكانوا يقولون: بدأت الرواية مع حسين هيكل، ثم جاء نجيب محفوظ فعمقها، ثم سار الشرقاوي في تعميقها كذلك، وسيأتي يوم من الأيام من يفرضها على العالم كله. قلت: ليس هكذا نشأت الرواية العالمية في أي بلد من البلدان باستثناء إنجلترا، ولكن بالزاك وهو يدرس باستمرار تجربة وولتر سكوت، والألمان وهم يدرسون التجربة الإنجليزية والألمانية، والروس وهم يدرسون التجربة الإيطالية، بحيث ما من بلد إلا وبدأ بدراسة وهضم التجارب الأخرى قبل الانطلاق، اعتمادا على هذه المكاسب النقدية، وجدت باستمرار، والوضع في روسيا واضح، مدارس نقدية هي التي وجهت الإنتاج الروائي. دور بيلينسكي في نشأة الرواية الروسية معروف، وليس بيلينسكي وحده، ولكن هناك كل رؤساء المجلات التي كانت تستكتب هؤلاء الكتاب، مثل تورجينييف وتولستوي ودوستويفسكي، كانوا يوجهون هذا الإنتاج. فهذا الوعي النقدي لم يكن حاضرا في الوقت الذي كتبت الأيديولوجيا العربية المعاصرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن سوسيولوجيا المعرفة وسوسيولوجيا الأشكال تدفعنا إلى نوع من المعادلة التخارجية، أي أنك تقول: لكي تكون هناك قصة في المستوى المطلوب يجب أن يكون المجتمع في المستوى المطلوب. وبما أنه ليس أمامك مجتمع في هذا المستوى، فروايتك ستكون في مستوى أحط. وإذا انطلقنا من هذه المعادلة، معناه أنه يجب أن نتوقف عن كتابة الرواية ونقول إننا لسنا مؤهلين اجتماعيا، لأن القاهرة لم تكن في مستوى لندن أيام ديكنز أو باريس أيام بالزاك. فإذا هذه المادة التي كان يراها ديكنز يوميا في أزقة لندن وبالزاك في أزقة باريس، يخرج من داره فيرى هؤلاء الأشخاص الذين نراهم في الكوميديا الإنسانية. كذلك دوستويفسكي يخرج في أزقة بيترسبرغ ويرى شخصياته. فالأشخاص الذين نراهم في الدار البيضاء ليسوا في المستوى. فلذلك ذكرت هذه الجملة: لإليوت نحن رجال التبن، يعني نحن أموات قبل أن نموت. هل يمكن أن نستخرج منهم روائية أو ما أسميه بالسيروية، وهذا ما أترجم به مصطلح رومانسك؟ هذا الشيء الذي يستطيع أن يكون مادة للرواية أسميه بالسيروية، أي مادة لسيرة روائية.
فهذا الشيء غير موجود عندنا. إذن ما هو المخرج؟ المخرج هو أن نجعل من المادة الروائية مادة إشكالية. ما تراه ليس هو مادة الرواية، ولكن هو مادة الرواية. ما تراه في الأزقة هو ما سميته بخبر الآحاد. ما نراه في صحيفة الرأي لوبينيون، ما كانت تكتبه المرحومة عائشة المكي وكنت أقرأ لها باستمرار وبشغف، هذه أخبار الآحاد. هذه هي المادة الأولية للرواية. ثم بعد ذلك يأتي دور الروائي ويأخذ هذه الروايات المكتوبة ليجعل منها مادة أخرى لرواية يمكن بدورها أن تكون مادة لرواية أخرى إلى ما لا نهاية. وبما أنكم تحللون صور الروايات، فصورة اليتيم الطبعة الأولى مأخوذة عن ماغريت، وهي باب مفتوح على باب مفتوح على باب، غرفة لها باب ثم وراءه يوجد باب. الصورة لم تحافظ على عدم وجود نهاية للعالم، وهو ما عبر عنه بهذه الأبواب المفتوح بعضها على بعضها الآخر إلى ما لا نهاية. سؤال: حكمتم على أعمال نجيب محفوظ بسراب والتكرار وترديد الموضوعات نفسها ودغدغت توقعات الشباب الباحث عن مهنة ومأساة المثقف البرجوازي الصغير إلى آخره، وبينتم أن عدم إحراز الرواية العربية جائزة نوبل لا يعتبر حيفا في حقها لأنها تجريدية وبسيطة ورتيبة وضعيفة، وها هي الرواية العربية تنال جائزة نوبل ويكون نجيب محفوظ بالذات هو الحائز عليها. هل معنى هذا أن الرواية العربية اقتحمت عتبات الكونية بنغماتها الخاصة؟ ألا ترون أنكم استنتجتم خلاصات قيمة ومفيدة من الأعمال الروائية التي نشرها نجيب محفوظ في مرحلة معينة؟ فمنذ السبعينيات بدأنا نعاين اعتماده على تقنيات جديدة، الانشطارية، التشذير في رواية يوم قتل الزعيم، ومن محكياته من التراث ليالي ألف ليلة والرحلة، رحلة ابن فطومة والموروث الشعبي، ملحمة الحرافيش إلى آخره، ونزوعه إلى تغيير التشكيل المعماري واستيحاء الأسطورة والتراث الصوفي وبلاغة اليومي العروي. هذا السؤال طرحه علي رشيد العناني وهو مترجم لأعمال محفوظ إلى الإنجليزية، فأجبته بكلمة واحدة، قلت له: أنت المترجم لنص نجيب محفوظ، لو قرأت هذا النص المترجم دون العودة إلى النص العربي، هل في رأيك يكون هذا النص ذا إيحاء أوسع من النص العربي أم لا؟ فاضطر إلى الإجابة بأن هذا صحيح، فهذا هو جوابي، أي أن الذين أعطوا نجيب محفوظ جائزة نوبل لم يقرأه في النص الأصلي. فنجيب محفوظ لا يعير حتى الآن أي أهمية إلى الوسيلة اللغوية، وفي نظري لا يمكن لأي روائي أن يختزل مشكلة اللغة، يجب عليه أن يبدأ بها. أقول دائما إن أول جملة في رواية مارك تورين هاكلبيري فين وهيمينغواي نفسه يعتبر هذه أول رواية يمكن أن تسمى رواية أمريكية، هي جميلة مليئة بالأخطاء لأن المتلفظ بها طفل زنجي أمي، فلا يمكن أن تبدأ رواية تستحق الاعتبار بلغة الجاحظ. سؤال: ألا ترون أنه ابتداء من القاهرة الجديدة بدأ نجيب محفوظ يهتم باللغة وتضاريسها؟ العروي: لا أريد أن أطيل الكلام في هذا الموضوع، طبعا لغته ليست هي لغة طه حسين، ومع ذلك في نظري لا يحس نجيب محفوظ باللغة زيادة على أشياء أخرى، وجائزة نوبل لا تغير شيئا. سؤال: ألا زالت الرواية العربية عاجزة عن استمداد واستثمار أشكال تراثية تتمتع بأهمية كونية شاملة على نحو ما قام به على سبيل المثال أستيرياس في سيد الرئيس، وماركيز في 100 عام من العزلة،
وأمبرتو إيكو في اسم الوردة. هل ما زالت الأقصوصة هي الشكل الأدبي المطابق لمجتمعنا المشتت والمجرد عن الوعي الجماعي؟ العروي: ما قلته عن الأقصوصة هو في الواقع مبني على التحليلات النقدية التي قام بها جون بول سارتر لبعض الأعمال الأدبية قبل أن يصبح هو نفسه قصاصاً، وقبل أن يكتب قصته الغثيان تمكن من التوصل إلى التمييز بين القصة والرواية. وأنبهكم إلى أنني كتبت صفحتين أو ثلاثاً في مجلة أقلام سنة 1966 حول هذه القضية: ما هي الأقصوصة؟ ليست في القصار أو الطول، العمل يمكن أن يكون طويلاً ومع ذلك لا يمكن أن يصل إلى مستوى الرواية. ومن الأمور التي أقرها إما سارتر أو غيره أن قصاصاً كبيراً ككونراد يكتب أعمالاً طويلة مبنية على شكل أقصوصة. ما الفرق بينها وبين غيرها من الأشكال؟ هو مسألة الزمن، فزمن الثقافة العربية هو زمن الأقصوصة، هذا بالنسبة للمجتمع. إن لم تكن فيه تلك السيولة وذلك الترابط بين أجزائها لا يمكن أن تخلق ما سميته بالسيروية التي هي أساس الوعي الروائي. ولكن ربطت ذلك أيضا بشيء آخر وهو المتعلق باللغة العربية. لذلك قلت مرارا إن من يعتقد أن المقاومة أو أن المقام رواية قصيرة فهو مخطئ، لا علاقة بين المقام وبين الرواية، ولا علاقة بين المقام وبين الأقاصيص الروائية كتلك التي كتبت. ففي بداية قصة الديكاميرون لجوفاني بوكاتشو وقصص مثالية لسيرفانتس هناك ما يسمى بالبيكاريسك. يمكن أن تكون هناك تاريخيا علاقة ما بين هذا النوع القصصي وما يسميه فورستر بالقصص القيرواني، أي قصص النزلاء الذين يذهبون من نزل إلى آخر ومن قيروان إلى آخر ثم تعترضهم حوادث، مثلا قصة جاك الفاتاليست أو جاك القدري لديدرو مبنية على التركيبة نفسها تقريبا. يمكن أن تكون هناك علاقة بين ذلك وبين المقامة، ولكن المقامة كمقامة مبنية على التلاعب باللغة، حيث إذا ما ركزنا على اللغة الكلاسيكية الفصيحة فنتيجتها هو أن العمل يأخذ صورة المقامة أي القصة القصيرة. وهذا المشكل في نظري لازلنا نواجهه حين يقال أن الرواية مبنية على الزمن الرتيب، ولكن ليس بمعنى المجتمعات المتخلفة بل الزمن المتطور على رتابة معروفة وهو زمن الأبناك. فهذه الزمنية إذا كانت هي زمنية الرواية تخلق مباشرة وطبعا في نطاق اللغة الجامعة، اللغة التي تجمع بين جماعات متعددة، الفرنسية في القرن التاسع عشر والإنجليزية والروسية كذلك، أي اللغة التي تجمع بين النبيل وغير النبيل. هذا شيء غير موجود عندنا حتى الآن، لا توجد لغة جامعة، لا لغة الصحف ولا اللغة الشعبية. وبما أنه لا توجد هذه اللغة الجامعة التي هي دم السيرورة الروائية، فكيف يخلق حس روائي؟ يخلق فقط حس القصة القصيرة المبنية على المفاجأة. في الواقع إن القصة القصيرة هي لغة الكشف، هذا الكشف هو اللغة، لأنك تحلل اللغة وفي الأخير ينكشف لك المعنى بعد أن تكسرها. فالأحداث تتكسر وينكشف لك المعنى، أي ما كان مجهولا. فالقصة منذ البداية ومعروف مسبقا مبنية على انفجار الشيء المكشوف. في الرواية كل شيء واضح منذ البداية ومعروف مسبقا. حين تقول المفاجأة والمغامرة في الرواية فليست هي الكشف في القصة القصيرة أو في المسرح، فالوسيلة الأساسية التي هي اللغة الجامعة غير موجودة.
فلذلك بما أنني حاولت في الفريق أن أكتب الرواية، تلاحظون أنني لأول مرة أثبت على غلافها كلمة رواية. من قبل كنت أستعمل كلمة قصة. حاولت في الفريق أن أكتب رواية، لكن تجزئة المادة الروائية كانت على أساس تجزئة قصصية، أي تجزئة القصة القصيرة. طبعا فإن قضية اللغة هي التي تفسر ازدهار الرواية في أمريكا اللاتينية. قضية اللغة مفروغ منها. هذه اللغة الجامعة موجودة منذ سيرفانتيس، حين يقال إن روايات أمريكا اللاتينية هي من نوع الواقعية السحرية. فالواقعية موجودة وموروثة منذ قرون، فكل ما أضيف هو تطعيم هذه الواقعية بشيء من الخيال. أما نحن فمطالبون بخلق الواقعية، وفي الوقت نفسه شيء آخر غير الواقعية داخل الواقعية. وهذا المشكل متعلق باللغة والمضمون، واللغة مرتبطة بالمضمون طبعا. ستقولون إذا كانت هذه المسائل في الصعوبة فأين المخرج؟ وربما سيقال لست قصاصا بالمعنى التلقائي، لأنه لو كنت قصاصا بهذا المعنى حين طرحت على نفسك كل هذه الأشياء. هذا ممكن، هذه نظرية العبقري الساذج، وقد قيل في ألمانيا في بداية القرن 19 بهذه النظرية، لكن حتى الآن لم أرى عندنا هذا العبقري الساذج. سؤال: ألا ترون أن الرواية ذات طبيعة توفيقية سانكريتي، وتتمتع بالقدرة على صهر المشتت والمفرق والمتناقض في بوثقة واحدة؟ إذا كانت مجموعة من الأقاصيص فهناك لحمة تشد كل قصة برقاب وتلابيب الأخرى. وفي هذا الصدد أورد حكما للأستاذ اليابوري، هو موفق فيه بخصوص المجموعة القصصية اشتباكات لأميل خمليشي. خلص إلى أن فسيفساء القصص القصيرة تتداخل وتتشابك فيما بينها لتشكل كتلة روائية، فكل قصة تؤدي إلى قصة أخرى وتحيل عليها. ألا ترون أن الرواية تختلف عن إطار الأقاصيص في قدرتها على التوفيق والربط والتشكيل واللحم؟ العروي: أذكركم أن هذه التقنية هي تقنية جويس في مجموعته أهل دوبلن المبنية على ما أشرتم إليه، وهو هاجس كان سائدا في أواخر القرن 19. كان عهد الرواية البلزاكية قد انتهى بعد 20 سنة، وجاء عهد القصة القصيرة لأسباب معينة، وبرز موباسون. حاول البعض في هذه الفترة أن يوفق بين الأمرين، فعمل جويس يدور حول سكان عاصمة أيرلندا دوبلن، فهناك قصص لعائلات معينة، ولكن هذه العائلات تتداخل باعتبار اللقاءات الممكنة. وفي حقيقة الأمر قد استعمل هذه التقنية فيما بعد في أوليس، لكن على مستوى آخر، مستوى المكان، وأضاف إليه مستوى الزمن. إلا أن الفرق الحقيقي هو أن هذا الجمع والتوفيق في مثل هذه التجارب هما بطبيعة الحال من عمل القصاص الذي يختار الشكل الذي يرتضيه. أما عند بالزاك أو غيره فالرواية ككل مبنية أيضا على هذه المصادفات واللقاءات، ولكن في حقل موجود واقعيا ومسبقا، وهو حقل في الوقت نفسه طوبوغرافي. تكلمت في القسم المتعلق بأشكال التعبير في الأيديولوجيا العربية المعاصرة عن الشوارع. لا الشوارع الخلفية كما ذكر عبد الرحمن الشرقاوي في روايته الأرض، بل الشوارع القلبية، شوارع موجودة داخل المدينة، les grands boulevards. ففي روايات بالزاك تحدث هذه الاتصالات والمصادفات في الشوارع الكبرى والمقاهي الكبرى والمطاعم الكبرى ودار الأوبرا. لذلك قلت في اليتيم: لما مدينة الدار البيضاء بالمغرب لم تكن مسرحا لرواية؟ لأنها لا توجد فيها شوارع كبرى تكون ملتقى مشاريع الشخصيات. أين هو الميدان أو الساحة الكبيرة؟
على نحو ما يوجد في بوترسبورغ، حيث يستلهم دوستويفسكي كثيرا من الأحداث والوقائع مما يحصل في الشوارع الطويلة البيرسبكتيف بجانب النهر. هذا معطى طبوغرافي، وهناك معطى آخر وهو المعطى الاجتماعي الذي يكمن في السيولة الاجتماعية. هناك طبقة مسيطرة وهناك الطبقة العاملة أو المشتغلة، ولكن تتجدد كل منهما من فوق ومن تحت، فهناك يلتقي الجميع، يلتقي الكل في قلب العملية الاجتماعية. كل هذا غير موجود عندنا، وإذا كان موجودا فهو بطريقة تخطيطية، يعني مستقبلية ممكنة، وليست هي من الأمور المنجزة منذ عقود، بحيث هناك معطى جامع للقارئ والكاتب كأنهما يسبحان في بحر واحد. هذا هو الفرق الموجود بين القصة القصيرة المبنية على التجزؤات وبين الرواية الكبرى المبنية على فسحة الزمن التي تعطي الوقت للشخصيات لتتلاقى في الشوارع والمؤسسات المالية والبنكية وفي المطاعم والمسارح. إذا كتبت عن مراكش فهناك ساحة فسيحة هي جامع الفنا.